صباح الخير والجمال على كل مشاهدي اول حلقه من حلقات توتا سيكلتس. برنامج جديد وسيزون بدايته ان شاء الله جميله جدا. بس حابه يعني انوه في بدايه حلقتي، ناس كتير هتسال دلوقتي ليه توتا سيكلتس. خلينا في بدايه الامر نتكلم ليه سمينا اصلا البرنامج توتا سيكلتس، ونتكلم عن مين توتا اصلا. توتا بروفيشنال موديل، بدات شغلها من حوالي سنه، اشتغلت في مجال الموديل، من الناس البروفيشنال بجد. وخليني في بدايه حلقتي يعني ارحب بيها وهي تكمل بقى الانفرو عنها. صباح الفل يا توتا، صباح الفل يا امي، نورانا النهارده في كل حلقه بقى، ثانك يو، شكرا. ويعني والجمال والقمر ده كده، يعني كل يوم نشوفه 9 الصبح بقى. ميرسي ميرسي يا امي، شكرا. ايه رايك في توتا سيكريتس السيزون ده؟ ان شاء الله يبقى سيزون قوي جدا باذن الله. اعزائي المشاهدين، توتا سيكريتس هي بتتكلم عن حواء، مهتمية جدا بحواء علشان آدم. أنا ههتم بأناقتك، ههتم بلياقتك، ههتم برشاقتك، ههتم بجمالك جوه البيت وبره البيت، وكل ده عشان خاطر نصك التاني وأولادك. والله يبقى في مشكله دايما بيتهمونا، وان البرامج الخاصه بالفاشون والموضه والكلام ده مهتميه اكتر بالستات، وان احنا بننحاز اكتر للست. انا دايما بقول في برامج ان احنا بنحب ندلع الست. ايوه، ندلع لكن الست عشان الراجل، عشان يعني الراجل احنا مهتمين. توتا سيكريتس لما فكره البرنامج لما جات لي هي اهتمامنا بالمراه علشان خاطر الراجل، يعني هي حقيقه الامر. بالظبط بالظبط. بيقعد عليه في الاخر النص التاني، النص التاني بالظبط. وبرضه عايزين ننوه ان في برنامجنا هنهتم برضه بالطفل، هنهتم بكبار السن، هنهتم بكل فئات المجتمع. مش هنركز ولا نعمل فوكس على فئه معينه بس ونتكلم عنها، لا هنتكلم عن كل حلقه وكل فقره هنتكلم عن سر جديد من اسرار توتا. السر بتاعنا ايه النهارده يا توتا؟ النهارده سر توتا الرشاقه اهم حاجه، يعني وهنشوف مين هيكلمنا عن رشاقه. المذاعات يعني في رشاقه للمذيعات. ايوه، النهارده الشعب كله زي رشاقه المذيعات. طبعا النهارده سرك هو رشاقه، وازاي تبقي سمارت، وازاي تبقي رشيقه وجميله ان شاء الله مع ضيفنا العزيز وضيوفنا ان شاء الله النهارده. هيبقى معانا اول فقره النهارده استاذ استشاري السمنه والنحافه والبطنه دكتور هاني جبران. يعني من الناس اللي على المستوى الشخصي، يعني انا بعزه على المستوى الشخصي من كتر ما هو شخص فعلا مهني، وفعلا يا توتا في ناس عملت نتيجه فعلا. اول ما قلنا للبيج عندنا بيج توتا حسن ان دكتور هاني جبران معانا النهارده، عايز اقول لك كميه لايكات، استشاري كبير طبعا، استشاري كبير، يعني هيكلمنا عن كل ما يخص المراه. يكفي ان دكتور هاني جبران، استاذ دكتور هاني جبران استشاري السمنه والنحافه، هو الاوحد في مصر بل الشرق الاوسط اللي ماشي بمدرسه مفيش دايت في لايف ستايل. فهو هيقول لنا النهارده يعني ايه ما تحسيش انك ماشيه على نظام غذائي، وان الصبح تاكلي كذا والدور تاكلي كذا غذائي. لا، هو لايف ستايل. انا شخصيا ليا تجربه شخصيه معاه. لا لا بجد؟ انا شخصيا ليا تجربه شخصيه. عايزين نضيفها بعد كده بقى، نتكلم عن تجربتك بعد كده. فان شاء الله هنبقى سعداء بدكتور هاني جبران النهارده، ومشرفنا ومنورنا. وهيبقى معانا بقى يعني السر الثاني من الفقره الثانيه. طبعا مش هنقول كل اسرارنا عشان متابعينا، يعني متابعينا يبقى في اشتياق ليهم. هيبقى معانا دكتور موفق علي، صاحب ورئيس مجلس اداره شركه سكاي فود للاغذيه. هيكلمنا بقى عن اهميه دكتور موفق برضه هيتكلم عن الرشاقه. احنا معانا طبعا منورنا النهارده رجل الاعمال وصاحب مصنع سكاي فود للصناعات الغذائيه دكتور موفق علي، هينورنا ويشرفنا ان شاء الله في الفقره الثانيه. هيتكلم برضه عن الرشاقه بس باسلوبه بالهيلثي فود، الحاجات اكتر بالظبط، هو منتجات مصنعه ازاي تفيد الست وافراد البيت كلها، كل افراد الاسره ازاي تفيدهم انه الدنيا تبقى صحيه والاكل يبقى صحي. اعزائي المشاهدين استنونا بعد الفاصل في سر جديد من اسرار توتا، وفقره جديده من فقرات توتا سيكريتس مع دكتور هاني جبران استشاري طب السمنه والنحافه والبطنه، استاذ استشاري طب النحافه والبطنه. بعد الفاصل استنونا، ما تروحوش في اي حته. أعزائي مشاهدي توتا سيكريتس، رجعنا لكم بعد الفاصل، وبنرحب بضيفنا المميز أستاذ دكتور هاني جبران استشاري السمنة والنحافة. أهلا بسيادتك يا فندم. أهلا وسهلا يا فندم، وأهلا بسيادة المشاهدين كلهم. أهلا بحضرتك، نورتنا في توتا سيكريتس. ده ليا الشرف. دكتور هاني، عاوزين نسأل سيادتك إزاي مريض السمنة ممكن يتبع نظام غذائي صحي من خلاله ينقص وزنه وفي نفس الوقت
ما يفقدش حيويته ونشاطه. طب كويس جدا حضرتك قلت السؤال ده، لان في اسئله دي بتجيلي كتير قوي، وازاي نقدر نخس ومن غير ما نتعب وما نحسش ان في مشكله. زي ما قلت حضرتك في بدايه البرنامج ان النظام الغذائي اسمه نظام غذائي، يعني تنظيم مش حرمان. مفيش حد اسمها يحرم نفسه من الاكل، لان لو حرمنا نفسنا من الاكل هنزيد في الوزن، بالعكس هنزهق وهنبطل النظام الغذائي. لكن قبل ما نبتدي اي نظام غذائي، زي ما ابتدينا معاك يا استاذه توتا، والاستاذه توتا من العيادين بتوعي كمان، وكانت طبعا هي دي من الاسباب الرئيسيه في نجاح العياده عندي مدام توتا. اللي حصل ان هي كانت عندها في وزن الزياده، وكان مضايقها، وكان في عندها شويه مشاكل. لما جت لنا في الاول ابتدينا نمشي نظام صحي، ونظام صحي للحياة كلها، وأنا فهمتها كلها إن أنا مش عايز أخسسك، لا أنا عايزك تفضلي كده والعمر كله. وفعلا عملت الحكاية ديت، وابتدينا نحط أساسيات في النظام الغذائي. أول حاجة بنعملها في أي نظام غذائي لازم نعمل تحاليل معينة، والتحاليل دي أساسية لأي نظام غذائي للصحة العامة، ولازم نعملها بصفة دورية على الأقل كل سنة. يعني احنا لما كنا في أمريكا كنا بنعملها كل سنة، منها تحليل الغدة الدرقية، وظائف الكبد، وظائف الكلى، الكوليسترول، وفيتامين د. الكلام الجديد دلوقتي فيتامين د، وده اللي عملناه واكتشفنا ان في شويه حاجات ناقصه. ادينا العلاج المناسب، مشيناها على نظام غذائي صحي متوازن بين الحاجات كلها، مش حرمان، وهو ده اللي نقدر نمشي عليه العمر كله من غير ما نرجع. الهدف ان انا مش اخس، ان انا ما ارجعش تاني وافضل كده على طول. هي. طب يا دكتور، احنا طبعا الناس اول ما عرفت ان حضرتك طالع معانا النهارده، اسئله جات لنا كتير جدا بخصوص الكرش. ايوه. ناس كلمتنا ان دلوقتي في احنا ممكن نكون ما بناكلش كتير، ممكن نكون بنحاول نتبع يعني ستايل لايف معين، رغم كده في كرش. ازاي الراجل بالذات؟ أيوة. يعني الست اكيد في ستات كده. أيوة. بس الراجل ازاي يعني بالذات يقدر ازاي يتخلص من الكرش؟ كويس حضرتك برضه سالت السؤال ده مهم، ان احنا الكرش في ناس كتير قوي معتقده ان المشكله ان هو الكرش. لا، هتلاقي الجسم كله بايظ. انا مش يهمني الكرش، الكرش بيبقى فيه زياده بالنسبه عند الرجاله، ده مش نتيجه في وزن زياده، نتيجة العضلة هي قليلة، حجم الكتلة العضلية قليل. لما العضلة بتبقى قليلة هو يبقى الضغط في البطن، فبيتحس بكرش، ويبقى رجليه رفيعة وإيديه رفيعة وعنده كرش. بس دي نتيجة زيادة في قلة العضلات، وعنده زيادة في الدهون. ما تبقاش دهون بس، يبقى لازم نلعب رياضة. يبقى الرياضة اي جزء اساسي من اي نظام غذائي، وده اللي عملناه مع مدام توتا، ان احنا فهمناها، ان احنا قلنا لها ازاي تلعب رياضه، ازاي تتحرك. والرياضه للستات وللرجاله، هل بس للتخان؟ لا، وللرفيعين كمان. كان لسه هيبقى اسال حضرتك. أيوة. نفس السؤال. مظبوط. لان الرياضه ضروريه جدا، اساسي، لازم اساسي في حياتنا. فعلا الرياضه جزء اساسي، زيها زي ما باكل، زي ما بشرب، زي ما بنام، لازم العب رياضه. الرياضه نحطها كأنها حاجة في حياتنا زيها زي الأكل والشرب. نلعب رياضة إزاي؟ نعمل إيه؟ نحط إيه ونحطش إيه؟ هو ده بقى اللي بنعمله، اللي بنروح عند الدكتور. طب هل ممكن نقدر نروح مع أي حد أخد نظام غذائي وخلاص؟ مش هينفع، لسبب واحد، مش أي نظام غذائي ينفع مع كل الناس، وده اللي برضو ما عملناه مع مدام توتا. اللي احنا قلنا هل نقدر اي حاجه تاخد نظام، لان الانظمه الغذائيه موجوده كتير قوي في اي نت. اي واحد يخش على النت يقول لك نظام غذائي، هيلاقي بدل حاجه اتنين وتلاته. طبعا. ايه هو اللي يناسبني؟ امشي عليه ازاي؟ بها شويه حاجات معينه. اول حاجه فيهم اللي احنا زي ما عملنا بالظبط مع مدام توتا، اللي هو نعمل حاجه اسمها جهاز الانبادي. ايه هو الانبادي؟ اللي هنشوف الدهون، ونشوف العضلات، ونشوف الوزن، نشوف الميه، نعرف بالظبط ايه هو اللي قليل، ايه هو الزياده، ايه هو اللي محتاج يقل، وايه هو اللي محتاج يزيد. هو ده اللي هنقدر نمشي عليه، ولاد الخطه اللي هنقدر نقول ايه هو النظام الغذائي اللي مناسب ليكي، مش اي نظام وخلاص. بالظبط. دكتور هاني، في ستات كتير جدا 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 سالوني ازاي يقدروا بعد الولاده يتخلصوا من ترهلات منطقه البطن. حضرتك ممكن توضح لنا الموضوع ده؟ كويس جدا. هقول لك بقى الحكايه دي مش كده بتواجه كل ستات يعني بعد كل الولاده، يعني كل السيدات بعد الولاده
ترهلات البطن فظيعه. وفعلا ده بيعايزين يعملوا كمان ان هم يكونوا قبل الجواز بيبتدوا عايزين نعمل نظام غذائي وفي وقت الحمل نعمل غذائي. تعال نتكلم بقى، الكلام ده مهم لان في حاجات معينه ما نقدرش ناكلها في وقت الحمل، وفي حاجات ما نقدرش نعملها في وقت الرضاعه، وازاي نعملها او ما نعملهاش. نمره واحد واثنين وثلاثه، احنا نبتدي النظام الغذائي زي ما اتفقنا مع الاستاذه توتا، اللي احنا يبقى اسلوب حياه العمر كله، مش حاجه مره، مش مرتين، مش حاجه نخلص وخلاص وناكل اللي احنا عايزينه، لا ده هيبقى اسلوب حياتي. انا هخليك توصلي لمرحله تقولي اللي انا كنت بعمله ده كان غلط، المظبوط اللي انا بعمله دلوقتي ده مش رجيم، ده هو ده الصح. طيب بالنسبه للحوامل وبالنسبه للمرضعات، المرضعات كمان المرضعات، اول حاجه مهمه جدا ان نعمل نظام غذائي نمنع فيه الدهون خالص في اول 40 يوم من الرضاعه، لا ممنوع، لان الطفل ما بياخدش دهون غير من الام في اول 40 يوم بالذات، فانا محتاج اللي هو ايه اول شهرين بالذات. فلو هترضع رضاعه طبيعيه، والرضاعه الطبيعيه مهمه جدا، وخصوصا اللي هو اللبن السرسوب اللي بيقول عليه، اللي هو اللبن بيبقى غامق مصفر، ده فيه كل المضادات الحيويه اللي هتساعده ان ما يجيلوش امراض للطفل العمر كله، فده لازم ندهوله. وده كمان هيحول الصفره اللي عنده بيبقى فيها صفره الولاده تحول لتبقى طبيعيه، الهيموجلوبين بيتحول لبقى طبيعي عن طريق الرضاعه. فالرضاعه مهمه جدا، الرضاعه الطبيعيه. هل نعمل نظام غذائي اول 40 يوم يعني اول شهرين؟ لا ما ينفعش نعمل نظام غذائي. طب اكل اللي انا عايزاه؟ لا برضه، يعني نحاول بقدر الامكان نزود البروتينات اكتر في الاكل. هل ممكن نعمل ريجيم في الرضاعه؟ ايوه ممكن نعمل ريجيم بعد 40 يوم ويبقى نظام صحي ونشرب ميه كتير. الميه مهمه للرضاعه، لان في ناس كتير قوي يجي يقول لك الحامل تاكل الاثنين واللي بترضع تاكل الاربعه، لا ده ما ينفعش الحكايه دي خالص، ما ينفعش. ده مثال مصري. لكن الرضاعه اللي بترضع تاكل الاربعه، لا ما تاكلش اربعه، يا تاكل لنفر واحد بس عشان يزيد اللبن، مش عشان بقى الامهات والجدات كلهم يقولوا خدوا حلاوه كتير، اشربي خدي حلاوه، الكلام ده لا. ممكن تشرب سوائل يا فندم وبدون سكر. ايوه وده الاهم بقى، مش السوائل كمان بقى، الميه بالذات اهم حاجه. نشرب ميه كتير هينزل لبن كتير، لكن مش انا اشرب لبن هيقوم ينزل لي لبن، انا مش حاطه خرطوم كتير، لا احنا هيحصل ايه، اشرب ميه كتير قوي ينزل لي لبن كتير قوي. وميه مش لازم على الامهات بقى والجدات حلاوه حضرتك. ايوه هيفضل يقول لك ايه تولد من هنا ياكلوها في سويتس بقى وحاجات. هو المشكله طبعا هقول لك بقى الفكره ليها ايه، ان ليهم حق في الموضوع ده، ان هو لما بتاخد حلاوه كتير اللي بيحصل انه بيجزع نفسها فتشرب ميه كتير. طب ما نفس الهدف الميه مش الهدف الحلاوه. طب نفس الدايره اساسا دي الفكره. وكمان اللي بيزود اللبن مش هتصدقي، الحلبه مهمه جدا، اللي هو في المغاش يعني. فبيبقى اللي ليه الست الحامل في الرضاعه تاخد المغات، تديها مغات مغات مغات. لان الحلبه كحلبه نفسها بتزود اخراج اللبن كتير، فيبقى في رضاعه احسن. فناخد حلبه، ايوه ممكن، باللبن او مش باللبن ما تفرقش، ناخد الميه كتير ينزل لبن كتير، وناكل على مدار اليوم. كل مرة الرضاعة بقى مهمة، مش هينفع نحط البيبي كده زي اللي بيطلع في التلفزيون، لا يبقى البيبي واقف كده، لأن عشان مش عايز اللبن هو بيرضع يوم يخش في الأذن الوسطى يجي له التهاب في الودان، فعشان كده أنا محتاج إن أنا مهمة جدا الحكاية دي. لكن هل ممكن نعمل نظام غذائي في الرضاعة؟ ممكن نعمل نظام غذائي في الرضاعة وفي الحوامل كمان. طب يا دكتور، مؤخرا سمعنا ناس كتير ماشية بنظام في الدايت اسمه الصيام المتقطع. أيوه. هل النظام ده فعلا صح ولا غلط؟ وهل بيعمل نتيجه ولا ده مجرد بروباجندا اتعملت على الصيام المتقطع، ولا ده ايه بالظبط يا دكتور؟ والله السؤال ده ممتاز جدا يا استاذتنا، لان انا هقول لك الحكايه دي، هيقول لك الصيام المتقطع، الكيتو دايت، النظام الكيماوي الكيميائي دوت، هل دوت نعمل ايه؟ هي موضات عشان تبقى عارفه. طيب هي موضه بيطلعوها شويه، وكان قبليها حاجه اسمها اللي هو اتكن دايت وساو سبيتش دايت، هي موضه بتطلع في ساعتها. طيب ايه بقى الموضوع كله بقى على بعضه؟ بالنسبه للنظام المتقطع اللي هو ياكله 8 ساعات و16 ساعه ما ياكلوش فيها حاجه، ادي اول غلط، ان انا لما باكلش انا كده بوقع الكتله العضليه، فلما اوقع الكتله العضليه انا ممكن جسمي يقل، بس بيقل عضل،
فاول ما بسيب النظام ارجع تاني اكتر من الاول، وبزيد العضلات وازيد الدهون، فهبتدي اتخن اكتر من الاول. فانا مش محتاج ان انا اقل العضل، انا محتاج ازود العضل. طب ازود العضل ازاي؟ بالرياضه نمره واحد. مظبوط، زي ما انت حضرتك عملتي بالظبط. حضرتك كنت دايما بتحسني على اني لازم رياضه التزم بيها، وتقولي ماسلز يا توتا ماسلز. انا كنت لسه بتكلم العضل، يعني بنزود ماسلز، السيستم المتقطع بيقلل الماسلز في الجسم، بيقلل العضلات اللي هي الماسلز اللي هي عضلات. انا بحاول بقدر الامكان ازود الكتله العضليه. لما ازود الكتله العضليه بزود الحرق. بالزبط. الحرق، هل بقى الادويه والكلام ده كله؟ لا، احنا عايزين نزود الحرق عن طريق ان نزود الكتله العضليه. ازود الكتله العضليه، زودت الجسم، عمل لي شيب. مش للتخان بس، اللي عندهم زياده في الوزن، لا، اللي عندهم الا في الوزن لازم يزودوا. انا ما يهمنيش اللي انا اللي عندها النحافه افضل اوصل اكلها شوكولاتات وحلويات، دي اول غلطه. لا، انا محتاج اكلها بروتين اكتر، تعمل لي عضل، تلعب لي رياضه زيها زي اللي عنده سمنه. طب انا ما اتحركش، اي حركه اي مجهود احسن من لا مجهود، لان لو ما اتحركتش هقل في الكتله العضليه، هقل ممكن في الوزن، بس هيبقى في رهرطه. والرهرطه اوحش كتير جدا من ان انا اخد ابقى اقل في الوزن وبس. بمناسبه حضرتك ما قلت في الدايت موضه، فالموضه دلوقتي بقى الاجهزه وادويه التخسيس الكتير جدا، ويقول لك جلسه تخسيس تخسيسك ومنتجات غير عاديه، يعني 5 سنتي بعد الجلسه، وخد دواء بالشيء الفلاني وان شاء الله هتخس 50 كيلو في الشهر. مظبوط. حضرتك كلمنا عن الموضوع ده. والله حضرتك انت قلتي اسئله، انا جبتي لي كل الحاجات اللي انا دايما بتسالها في العياده، بسالها على طول. لا، ما احنا بنحب مشاهدي توتا سيكريتس، فلازم طبعا نستغل حضرتك. لازم، احنا النهارده مستغلين حضرتك جدا. لا، انا ليا الشرف. انا هقول لحضرتك بالنسبه للايه، للحاجات الادويه والحاجات اللي بتطلع في التلفزيون، اي دواء غير مصرح به من وزارة الصحة المصرية، وزارة الصحة المصرية شديدة جدا فبتطلعش الدواء إلا لما تكون صح، ما ناخدوش نهائي. ما ينفعش تاخد الدواء من عند الدكتور، ما ينفعش تاخد الدواء من على النت، ما ينفعش تاخد الدواء من أي قناة بيعملوا عليها إعلانات. تاخده من الصيدلية يعمل إعلانات على عيني وعلى راسي، بس مش هطلب رقم وأقوم أنا جايب منه الدواء، لا، احنا نجيبه من الصيدلية، لأن الصيدلية مش هتبيع الدواء إلا ما يكون مصرح من وزارة الصحة. الدواء، أي الأدوية اللي بتخسس، أنا هقول لك بقى حاجة مهمة قوي. اتفضل. مفيش دواء بيخسس. مفيش نظام خالص، مفيش دواء بيخسس، ومفيش رياضة بتخسس، ومفيش نظام غذائي بيخسس. الله، أمال إيه اللي بيخسس بقى؟ كله بقى منظومة. ثلاثة مع بعض بيخسسوا، وده اللي عملناه مع توتا هانم، إن هو حملنا التلاتة مع بعض ونظمت لك التلاتة. ادينا الدواء بطريقة معينة، ادينا الرياضة بطريقة معينة، ادينا النظام الغذائي المناسب بطريقة معينة. هو ده التلاتة مع بعض، هو ده اللي هينزل الوزن، مش حاجة لوحدها. لان ممكن واحد ياخد دواء هخس، لا، طب الادوية بقى اللي هي طالعة جديد، اللي هي موجودة على النت، وده بيقولك ده بيسد النفس، وزي ما انت قلتي بالظبط حضرتك، يزود الحرق، يزود الحرق والكلام. اللي هيزود الحرق الرياضة. نمرة اتنين، اللي هدويه اللي هتخسس، لا، مفيش ادويه هتخسس، الادويه تساعد، مفيش دواء سحري. لكن الدواء سحري كان زمان، دلوقتي الشركه دي بقت اغنى شركه في العالم. طبعا. لكن مفيش دواء سحري. انت النظام الغذائي، اسلوب الحياه، الرياضه دي مهمه. نمره اتنين، نبتدي ناكل الصح. ناكل الصح يعني ايه؟ متوازن. يبقى مش منمنع خالص، وما نبقى بطلش اكل، ناكل على مدار اليوم، واللي هو ناكل كل 3 ساعات، وده الكلام المهم جدا علشان ازود الحرق عندي والعب رياضه في نفس الوقت. طب يا دكتور، كان في سؤال بقى توجه لي لما الناس عرفت برضه ان احنا حضرتك معانا النهارده. على المستوى الشخصي، واحده زميلتي قالت لي يا امي اسالي الدكتور، انا لما نفسيتي بتتعب المفروض ان انا ببقى نفسيا تعبانه فخس، انا جسمي بيزيد. كويس. مع النفسيه التعبانه ده بيرجع ليه يا دكتور؟ يعني انا ببقى متضايقه اتخن ازاي؟ واحاول لحضرتك حاجه، دي بقى بتختلف من اشخاص. بيبقى دوت اسمه ايه؟ ايموشنال ايتينج. يعني ايه ايموشنال ايتينج؟ يعني الاكل عن طريق العاطفه مش عن طريق الجوع. احنا لازم نفرق بين حاجتين، بين الجوع، بين الهانجر والكريفنج، اللي هو ايه؟ بين الجوع والكريفنج اللي هو التفاصيل. احنا نخليها كده بصراحه، الجوع والتفاصيل. هل انا باكل علشان اجعان ولما اشبع خلصت على كده؟ مش اكل علشان انا نفسي اكل، اخلص الاكل اللي قدامي. وده اللي نقوله، احنا في اي اكل لغايه ما يشبعني، مش انا جعانه بس نفسي اكل شوكولاتايه، جعانه بس نفسي دي اول غلطه. مفيش حاجه اسمها نفسي،
انا اوقف الاكل اول ما احس بالشبع، والشبع هيوصل لمرحله معينه، وده اللي ابتديناه كمان مع مدام توتا، ان احنا كانت بتاكل وشبعانه وما كانش عندها شهيه. الشهيه، هل حاجات بقى توقف الشهيه؟ لا، مش محتاجين حاجات توقف الشهيه، احنا ممكن نمشي حاجات طبيعيه، والحاجات الطبيعيه زي ما حاجات اللي احنا الحاجات اللي ممكن ناخدها زي سناكس. ممكن ناخدها سناكس، وفي حاجات بقى اللي هي الكويسه الطبيعيه زي خل التفاح، زي النهارده في عندنا دكتور موفق علي في الفقره الثانيه. انا جربنا الحاجات دي معانا في العياده ولقينا ان هي بتجيب نتائج ممتازه، زي خل التفاح. ممكن ناخد خل التفاح بس ناخده بكميه كبيره؟ لا، ناخده مع السلطه، ناخده جزء معلقه كل يوم الصبحيه هيساعدني. طب في حاجات تانيه، الهريسه، الحاجات اللي هي فيها شطه، الحاجات اللي فيها جنزبيل، الحاجات دي الطبيعيه لو مشينا عليها هو ده اللي ممكن يقدر يساعدني في التخسيس. لكن هو ده اللي هيخسسني؟ ابدا. لازم رياضه طبعا، نظام غذائي مع الاكل والمناسب مع ادويه تحت اشراف طبي عشان ما نرجعش تاني. طبعا. طب يا دكتور، في ناس كتير برضو كانت بتسأل، الكعك اللي بناكله بيبقى فيه سعرات حرارية عالية قوي. أيوة. في ناس الفترة اللي فاتت قالت ان هو لا، مفيش فيه سعرات يعني حرارية عالية وما بيتخنش للدرجة الاوفر، ممكن تاكل منه عادي كمية متاحة ليك في اليوم حتى مثلا مع الشاي، مش عارفة ده فعلا حقيقي ولا ده برضو حاجة بتدي باور اكتر وسعرات حرارية اكتر فبتزود الوزن؟ لا، ده كده غلط خالص كده، اللي هياخد الكحك دوت هيقطع كحك ولحمة بقى حضرتك. احنا بعد كل مناسبة بنلاحظ ان الوزن بيزيد، لانه المصريين بنحب الاكل قوي. يعني رمضان بنطلع منه الحمد لله، وحضرتك عيد كبير لسه طالعين منه، بناكل كميه دهون رهيبه، والكحك اللي بتقول عليه ايمي، فمما لا شك في السؤال طبعا، الكحك بيتخن شهور. لا، مفيش كحك دايت. لا، وده اللي انا مودة المصريين دايت، وفعلا وده اللي انا بشوفه بقى، يجي يقول لك هناخد كحك دايت، هناخد اللي هو رز دايت، وتورته وكده، والكلام ده كده مش هينفع. لان اللي بيحصل ايه، ان انا بقول دوت الكحك دايت، او هاخد الشوفان مهم قوي، لازم ده بتاع التخسيس، ها، وبذر الكتان، كل ده كويس، ما قلناش حاجه، بس لما بقول ان هو بتاع دايت باخد منه كميات كبيره، لما اخد كميات كبيره هيتخن في الوزن. لان الشوفان حتى لو اسمه شوفان بس اسمه قمح فيه رده، الرده هتنفش المعده، هيحسسك بالشبع بسرعه، لكن في نفس الوقت هزيد في الوزن لو خدنا بكميات كبيره. يبقى ناخد كميات المناسبه اللي تقدر تحسسني بالشبع، نلعب رياضه زي ما اتفقنا، ونشرب ميه قبل كل اكله، كوبايتين لنضاره الوجه للإحساس عشان نزود الحرق كمان، وناخد الحاجات الطبيعية بقدر الإمكان، ونحاول نبعد عن الأدوية اللي غير مصرح بيها أو أي حاجة جاية من على النت. ما هو ده اللي بنقول يا دكتور. طبعا حضرتك لازم أروح لدكتور متخصص عشان يقول لي أخد شوفان قد إيه. أيوة. اخد دواء ازاي، التواصل مع الدكتور حاجه يعني مهمه جدا، ان احنا نتواصل مع الدكتور مش من عندنا احنا بس. طبعا الموضوع ان انا اخش على النت واخد نظام دايت وانا هخس، لا طبعا، ما هو الشوفان، ما انا اكل البرطمان يعني مثلا كله، لا طبعا. حلو كده، وده اللي لو حصل ان انا اكلت البرطمان كله كده مش هيبقى دايت كده، هيبقى عندي نحافه. فاكر الدكتور لما بقول لحضرتك ثمر التفاح تقولي مش بطيخه؟ مش ايوه صح. ودي فعلا ان هو الناس تقول لك ده التفاح ده بيخسس، ها ده هو ناخد منه. ايوه، بس تاخد منه 3 كيلو يبقى كده هيزيد في الوزن. يبقى البورشنز او اللي هي الكميات، الكوانتيتي مش الكواليتي، يعني الكميه مش النوعيه. الكميه قد ايه هو ده المهم اللي نقدر نمشي عليه. مين اللي يحدد لي الكلام ده؟ الطبيب المعالج ليكي اللي مناسب ليكي. للاسف يا دكتور، يعني احنا زعلانين جدا، وقت حلقتنا انتهت، وقت فقرتنا انتهت مع حضرتك، بس ان شاء الله هيكون لنا فقرات كتير مع حضرتك، نتكلم اكتر وباستفسار اكتر عن كل ما يخص السمنه والنحافه. نورتنا جدا يا دكتور النهارده في توتا سيكريت، استاذ استشاري دكتور هاني جبران، اخصائي السمنه والنحافه وامراض البطنه. استنونا اعزائي المشاهدين بعد الفاصل، وفقره بسر جديد من اسرار توتا مع دكتور موفق علي، رجل اعمال صاحب رئيس مجلس اداره شركه سكاي فود، هيكلمنا عن كل ما يخص رشاقه المراه بس في حاجات الناتشرال اكتر. ما تروحوش في اي حته، واستنونا.
أعزائي المشاهدين، ورجعنا لكم بعد الفاصل مع ضيفنا العزيز صاحب ورئيس مجلس إدارة مصنع سكاي فود للصناعات الغذائية وراعي رسمي لتوتا سيكريتس رجل الأعمال دكتور موفق علي. أهلا وسهلا بسيادتك. أهلا. منورنا النهارده يا دكتور في لوكيشن توتا سيكريتس. ده شرف ليا ان انا اكون موجود معاكم وأسعد المشاهدين. ميرسي دكتور موفق. بدايه هنسال حضرتك سؤال ان جنرال، عاوزين ان حضرتك تقول لنا منتجات المصنع عموما، ولان لسه هنتكلم باستفاضه عن ما يخص المراه ان شاء الله ورشاقتها، وهدف حضرتك وقت ما اسست مصنع سيادتك كان الهدف منه ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. النقطة الأساسية اللي احنا عايزين نتكلم فيها ان مصر فيها كفاءات كويسة جدا وقدرات وعقول وناس ليها خبرات جامدة جدا. كان اللي بينقص الموضوع ده ان احنا نقدر ان احنا نبلور الأفكار الكويسة دي في صناعات تقدر تفيد الاقتصاد المصري وتفيد المستهلك المصري. الحكومة دلوقتي جات عملت لنا مثلا المبادرة اللي هي ب5%، يبقى العنصر المادي متوفر بالنسبة لك، انت ابتدي انت ابداع. اما ابتديت اعمل المصنع لاحظت ان احنا بنستورد حاجات كتيرة جدا من الاسواق الخارجية نقدر ان احنا نعملها في مصر، والعقول اللي عندنا في مصر تقدر تبدع فيها. وما اقولش لا ما اقارنش بالمستورد، لا بالعكس، ده انا اقارن بالمستورد وحابه اكفأ من المستورد كمان، لان انا هضيف اليه النكهه المصريه اللي المستورد ما بيقدرش ان هو يجيبها. فده كان الهدف الاساسي بتاعنا، ان احنا نعمل كل ما يخص المائده المصريه بكفاءات مصريه بنكهه مصريه، والحمد لله رب العالمين عندنا احساس ان احنا نجحنا في الموضوع. حضرتك ده حضرتك فخر صنع في مصر، حضرتك فخر صنع في مصر. نتكلم عن المنتجات، يعني عايزين نعرف المنتجات الجميله، الالوان الحلوه. أيوة ديت. الالوان دي الحاجات الحلوه قوي. هو اللي انا لاحظته اللي موجود اللي كان معروف سابقا مثلا الخل الابيض اللي هو موجود في كل المطابخ المصريه، ابتدت تضاف الينا بعض الانواع من الخل زي خل التفاح، خل الاعشاب، خل الرمان، خل العنب. الحاجات دي مستحدثة علينا والحاجات دي جديدة علينا. خل العنب. خل العنب والأعشاب ده يعني كمان فيه خل الرمان. استخدمت بقى الحاجات دي. طبعا. هو البوب الكبير بتاعهم طبعا خل التفاح. اللي هو متمثل في. جرين. خل التفاح ده البوب الكبير بتاعهم. وفي خل الأعشاب، خل العنب، خل البلسامك، خل الرمان. وفي بعض الحالات بيتعمل خل التوم، ولكن ما اثبتش كفاءته في مصر. انا اول مره اسمع منتجات الخل دي كلها. يعني خل كل خل حاجه بلسامك. كل حاجه منهم. اولا الـ 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 الخل بوجه عام في حمض الخليك. حمض الخليك ده بيعمل لي ثلاث حاجات: بيحافظ على ضغط الدم عن طريق تنشيط الاوعيه الدمويه اللي موجوده في الجسم، وبالتالي توسيع الأوعية الدموية، وملوش دعوة بالقلب ولا بأدوية القلب ولا كلام ده كله. بيحرق السكر، فالناس اللي عندها سكر انت اوريدي بيحافظ لك على مستوى السكر عندك. بيظبط الحموضة بتاعة المعدة، يبقى كل المشاكل اللي عندي اللي في الجهاز الهضمي أغلبها انت بتقضي عليها، زي الانتفاخات، عسر الهضم. بنسمع خل التفاح في علاجات كتير، يعني الدكاترة يقول لك خل التفاح. ما ده بيعتبر الـ اهم حاجه او اهم عنصر في الخل، اهم الاصناف بتاعت الخل هو خل التفاح. لكن عندي خل العنب مثلا، خل العنب ممتاز جدا، بيدي نكهه ظريفه جدا للسلطات وما الى ذلك. فبقدر ان انا اساعد مثلا لو بنتكلم على الهيلثي فود، الاطفال الصغيره اللي انا عايز اكلهم سلطه، رشتين ثلاثه من خل التفاح هيدي ريحه ظريفه جدا للسلطه، واحط طبق السلطه قدامه ما اجبرهوش ان هو ياكله، احطه قدامه هو هيبتدي ياكل منه. هيختلف واحده واحده. البلسامك للمشويات. طبعا. والمشويات برضو من الحاجات اللي بتحافظ على الجسم وما الى ذلك. طبعا. خل الاعشاب هو كان التحدي كبير، لانه هو عباره انا عايز افهمه يا دكتور، يعني ايه خل الاعشاب؟ هو مجموعه من زيوت الاعشاب. الزيوت عباره عن اسر. في اسر ما تجيش مع اسر تانية، يعني ما اقدرش مثلا احط الروزماري مع القرفه. دول ما اقدرش احط الاثنين دول مع بعض. الروزماري مع القرفه. دي اسره ودي اسره تانية خالص. فازاي ان انا اقدر اختار الزيوت اللي احنا بنستخدمها في مصر واحطها مع الخل؟ يعني خل الاعشاب بتاعنا عباره عن الروزماري، زيت اللورا، مجموعه
خاصة من الزيوت الموجودة فيها، ولكن إذابتها في الخل ده اللي كان صعب جدا، بس الحمد لله قدرنا ان احنا نوصلها واثبت كفاءه في السوق المصري. لا مصنع الحمد لله. حضرتك مميز جدا يا دكتور. قول لنا يا دكتور من فضلك في الفتره اللي جايه حضرتك بتفكر في انتاج، انت كل منتجاتك هيلثي، هل بتفكر تزود حاجه تانية للاسره المصريه ممكن من خلالها يبقوا اكثر صحه اكثر رشاقه؟ يعني ممكن في بال حضرتك منتج جديد الفتره الجايه تقدر تقدمه غير هو ده. هو انا يعني سمعت انا سمعت اللقاء مع سياده الدكتور هاني جبران اتكلم عن خل التفاح النهارده، وانا اؤيده الراي جدا في اللي هو باك تو ذا نيتشر، العوده للطبيعه بمنتجات الطبيعه، نبعد شويه عن الكيميكالز، نبعد شويه عن الحاجات الكتير اللي بتضايق الصحه، نبتدي نستخدم الأعشاب بصورة طبيعية في حياتنا. أما نبتدي نتكلم على هل في منتجات جديدة، لازم أن أنت تبقى كرييتر، ولازم أن أنت تبقى مبدع، ولازم أن أنت بتطلع منتج جديد كل فترة بتجس السوق بيه وبتشوف السوق. مش شايفه في منتجات ممكن تبقى يعني ما شاء الله اكتر من منتجات شركه حضرتك اللي انت كرييتيف اوريدي فيها؟ هي يعني انا سامعه اسامي خل ما كانتش لا هي طبعا انا مش عايشين تقريبا يا توته. بعدين لا هو يعني دكتور موفق متميز جدا بالسويت شيلي. السويت شيلي دي اصلا منتج من بره عمره ما كان في صنع في مصر. فهو فعلا دكتور موفق انت يعني فخر الصناعه المصريه. الله سعداء بحضرتك. لا هي الفكره ان احنا بنستورد حاجات يا جماعه، لا احنا ممكن نعملها في مصر. طب العماله المصريه يا دكتور اللي عامله كل حاجه، العماله المصريه فروم اي تو زد والكواليتي حضرتك الماتيريال. لا الماتيريالز لازم بتبقى ماتيريالز مصريه. يعني مثلا السويتشيلي عباره عن مزيج بين العسل والفلفل بتاعنا. انهي نوع من انواع الفلفل؟ الفلفل طبعا مزروع في مصر وموجود في أوكي. مصر وكل حاجه. العسل بتاعنا يا جماعه المواد الخام بتاعتنا كمواد خام مصريه لا تضاهيها اي مواد خام تانيه موجوده في اي حته في العالم. الذوق المصري، الطبق المصري ممكن اي دوله في العالم تاكله، لكن انت ما تقدريش ان انت تروحي اي دوله تاكلي منها. دي حقيقه. كل اللي بيسافر بره يعني انا سافرت دول كتيره جدا، في دول الشطه فيها جامده جدا ما كنتش قادر ان انا الهنود ده صعبين قوي. الهند صعب جدا، صعب قوي جدا. في دول تانية لا طبيعه الاكل بتاعتهم مختلفه تماما زي جنوب شرق اسيا. ايوه انا اتذكر دلوقتي ان بعض اصدقائي السويديين لما نزلوا مصر وده وقتهم عصير القصب كان بالنسبه لهم ده حاجه بومينج. عصير قصب هم ما يعرفوش القصب اصلا، فتدوقيهم العصير بتاعه فبالنسبه لهم شوكر كان ده كان بالنسبه لهم انجاز. المنتجات المصريه يعني لو اتكلمنا عن السويت شيلي، السويت شيلي هو اصلا تايلاندي وموجود على مائدة الطعام التايلاندية بشكل كبير جدا وبشكل أساسي. ابتدى الذوق ده يجي للأسرة المصرية، طب ليه ما نعملش سويت شيلي هنا في مصر؟ وخاصة الشباب حضرتك ايه اللي يمنعنا ان احنا نعمله؟ كل الخامات بتاعته متوفرة وكل الذوق بتاعنا متوفر، بالعكس ده احنا هنضيف اليه كمان النكهة المصرية. ايوه طبعا المصري. فجت احد الشركات العزيزه عليا جدا اللي قالت لي لا انا عايزه ده اكسكلوسيف، ده ليا انا بس. وبالفعل تم انتاجها ليها وحقق نجاح باهر طبعا الحمد لله رب العالمين. مصنع سكاي فود معروف ان هو حضرتك غطى السوق المحلي وحضرتك ليك سكشن في الهايبرز الكبيره على مستوى مصر والمحافظات، وده شيء في كل مكان في كل هايبر كبير، وده شيء عظيم جدا لان فعلا يعني شرف لينا انه يتكتب عليها صنع في مصر. بنقول لسيادتك حضرتك انت فين من السوق العالميه؟ حضرتك بتصدر او بتفكر تصدر؟ رأي حضرتك في التصدير ايه يعني كمنتج زي ده مصري يتصدر بره؟ دي حاجه قويه جدا. اولا انا عايز اشكر المصنع المصري الفدائي المصري. كل شكر. يعني كل شكر فعلا خلال الفتره اللي فاتت اثبتوا ان هم لا يقلوا ولاء ولا قوه ولا رجوله عن الجيش والشرطه والاطباء. المصنع المصري ده شابولي في جميع الاوقات. بالنسبه لا احنا بنصدر، كان التصدير عندنا تصدير جامد جدا لليبيا قبل يعني ندعو من الله ان ربنا يزيل المشاكل الموجوده في ليبيا وترجع لنا ليبيا زي ما كانت. عندنا تصدير لاندونيسيا،
وماليزيا. هم من الناس المتذوقين جدا للبلح. مصر مدينة المليون نخلة. فطبعا احنا اساس دبس البلح. فصدرنا دبس بلح لاندونيسيا وماليزيا وبنكهات مختلفة، بنكهة الحبهان، القهوة العربي، القرفة. ولا استحسان جامد جدا. دلوقتي ايطاليا بتكلمنا ان احنا نصدر لها الهريسة بتاعتنا. طب قبل ما نتكلم عن الجزء ده، معانا مداخلة من استاذ اسامة. صباح الخير يا استاذ اسامة. صباح الخير يا كل. ازاي حضرتك يا فندم؟ منورنا بمداخلتك معانا في توتا سيكريتس. يا رب يخليك، وده انتم منورين الشاشة. ميرسي يا فندم. بصراحة أنا عايز أتكلم حاجة بسيطة قوي على الدكتور موفق. اتفضل يا فندم. أنا بحيي البرنامج، برنامج جميل جدا جدا. ميرسي. جدا. شكرا. معلومات جميلة. ميرسي. لكن أنا كلامي مع الدكتور موفق بسبب واحد. هو أنتوا بتقولوا رجل أعمال. تمام. هو مش راجل أعمال. هو بيشتغل مع الاستاف بتاعه. طبعا 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 طبعا. دي احسن حاجه. ده شرف ليا يا فندم. فيعني الراجل ده فعلا ربنا يديله. وعايز اعرف حاجه واحده بس. اتفضل. امتى هتصدر بقى؟ ما هو اوريدي التصدير شغال. احنا لسه سالين نفس السؤال للدكتور. التصدير حاليا شغال، وهو يعني مغطي السوق المحلي والسوق العالمي الحمد لله. لكن طبعا في توسع اكتر من كده. ممتازه 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 جدا. ميرسي جدا. شكرا فندم. حضرتك جربتها يا فندم؟ يا فندم. طب انا عايز اعرف جربت انهي منتج بالظبط، وتنصح مشاهدينا بانهي منتج بالظبط. خلي التفاح ده وخلي العنب. الكل بيتكلم حاجه خطيره خطيره خطيره. انا كابتن كوره ما شاء الله. كانت اتفضل. كويس. بس انا من القعده حصل ان في بطن وفي حاجات زي كده فلما جبت خل التفاح من عند دكتور موفق، لان انا رحت المصنع. تمام. وقابلني هناك وحاجه محترمه قوي، راجل خلوق جدا 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 جدا. شرف ليا يا استاذ اسامه. انا يعني انا بصراحه بحس ان انا مش مع مدير عام او صاحب شركه او راس مالي او اي حاجه. لا، انا بحس واحد من الصف. ميرسي جدا يا فندم. فعلا محترم 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 قوي. شكرا فندم. حاجاته خاماته محترمه باتقان بامانه بكل كافه شيء. هو شرف لينا وجوده معانا النهارده ومنورنا جدا بصراحه. ميرسي جدا يا استاذ اسامه على المداخله الجميله دي. وخلينا يعني فاضل معانا في الكنترول روم بيو 3 دقايق. الفقرات الجميله بتنتهي بسرعه. عايز اتكلم عن الجزء اللي في الجنب ده. انا شايفه رز وشوفان. هو طالما ان احنا ناقصنا 3 دقايق فانا هتكلم فيهم في عجاله. احنا لو بنتكلم عن الرشاقه يبقى انا عندي الشوفان. طبعاً. الشوفان عباره عن كارير. شيال. عايز استخدمه في الرجيم يبقى مش هضيف له اي حاجه. اضفت له حاجه يبقى غيرت الاتجاه بتاعه، بقى جيم وبقى احط بروتينيات عليه، بقى جيم وبقى عضلات والكلام ده كله. سبته زي ما هو باللبن بس، ده خاص بالنحافه وما الى ذلك. طالما ان احنا ناقص لنا 3 دقايق انا كنت عايز انوه لحاجتين. اول حاجه مش عارف اذا كانت باينه. الزيت الحار. الزيت الحار هو مصري 100% ومهم جدا جدا جدا، وبيؤدي الى حرق دهون بشكل غير عادي. طبعا للفول اساسا. دي الفكره بتاعتنا ان هو الفول. لا، ده انا ابتدي استخدمه في حاجات كتيره تانية. الطعم بتاعه مستصاغ، هو اصلا خاص ببذره الكتان. ودي موجوده في مصر من ايام الفراعنه. ميه الورد. ميه الورد دي نضاره البشره، ده من ايام طبعاً. كليوباترا. كليوباترا كانت بتستخدمها في نضاره البشره. فميه الورد دي انجاز تاني خالص. النصيحه الاخرانيه لاي ست بيدخلها اي سوبر ماركت سواء كان صغير او كبير، زي ما انا بقرا الشلف لايف وتاريخ الانتاج والصلاحيه قد ايه، وفي بعض الستات بتبقى ناصحه شويه بتقرا المكونات بتشوف اذا كان في مواد حافظه أو, او 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 الى اخره. لا، انا عايزها تقرا برضو حاجه مهمه جدا، المصنع المصنع. لو اسم طبعا. المصنع والعنوان مش موجود ما خدش المنتج. لان هناك بعض الافراد التي علقت على عقولها الصدأ بتشتغل تحت السلم شويه، فانا لازم اخد بالي. ودول مش موجودين في الهايبرات الكبيره. ايوه. لا طبعا، لان الهايبرات الكبيره بيكون ليها
بولسي اند بروسيجرز معين، ان لازم بتجيب السجل الصناعي، موافقه وزاره الصحه، موافقه التموين، كل ده بيجي على المنتجات. لكن انا بكلم على الحاجات الصغيره. كمان نصيحه تانية لربه المنزل، ما تاخدش الحاجات اللي الالوان فقعه فيها قوي. اوكي. لان الالوان، حضرتك لما كلمتي عن خل العنب، خل العنب احمر بس مش احمر دم غزال. لا، هو احمر لان ده من بودره البنجر، هو اللي ادى اللون ده. للاسف يا دكتور، للاسف شديد جدا حضرتك ليك لقاءات. انا سعدت جدا وشرفت ان شاء الله لينا لقاءات تانية كده يا دكتور باذن الله مع حضرتك، وشرف لينا وجود حضرتك معانا. طبعا اضافه كبيره، شرفنا بحضرتك وحضرتك لينا، عشان استفاضه للمشاهدين. مهما نتكلم عن المنتجات مش هنخلص. توتا سيكريتس محتاجين حضرتك في لقاءات تانية ان شاء الله. بعون الله تعالى، شرف ليا يا فندم. للاسف اعزائي المشاهدين وقت حلقاتنا انتهى، بس حابين نتكلم يعني باختصار عن ان الفتره الجايه في حاجه حلوه جدا عاملينها، ودي حاجه كده جديده في البرامج في التلفزيون المصري، ان احنا في مسابقه معموله على اكتر ناس متفاعله معانا في البرنامج في توتا سيكريتس، واكتر ناس متفاعله على البيج في ليها هدايا مقدمه من اولا شركه لورانزو لمنتجات مستحضرات التجميل، تحت يعني تحت اشراف خبيره التجميل شيماء عبد الله، مقدمه باكج مجانا، حمام مغربي كامل، باكج حمام مغربي لكل الناس المتفاعله. تاني حاجه هيبقى معانا من مصانع سكاي فود، طبعا السبونسر شيب معانا اللي منورنا النهارده دكتور موفق، هيقدم دكتور موفق خصومات هايله جدا لكل الناس اللي بتتابع متفاعله، وشنط مجانيه لكل الناس المتفاعله على بيج توتا حسن وبرنامج توتا سيكريت، بلس برضو بيوتي سنتر نيفرتيتي فرع اكتوبر، مدام سما عامله خصومات هايله جدا لكل الناس اللي هتروح عن طريق البرنامج. ونشكر طبعا على المستوى الشخصي هناك تقى وشيرين من الشخصيات المحترمه جدا، يعني اللي تواصل معاهم ياخد خصومات هايله جدا. حابه تنوع على حاجه تانية توتا؟ استاذ دكتور احمد لطفي حسين استشاري البطنه الامراض الباطنيه والتغذيه العلاجيه هيكون يشرفنا، هو حاطط في الاوفر ده هديته اللي هي الكشف المجاني لمتابعي توتا حسن ومتابعي البيج توتا حسن. البيج معاكم اعزائي المشاهدين واضح على الشاشه، وكل المداخلات وكل متابعي البرنامج. وللاسف يعني حلقتنا انتهت، بس قبل ما انهي الحلقه بحب قدام الكل وانتوا كمان تشاركوني بهني امي، بكره خطوبه امي. الف مبروك لامي. الله يبارك فيكي حبيبتي، الله يبارك فيكي، ان شاء الله نتمنى لها حياه سعيده. ميرسي يا حبيبتي. للاسف وقت حلقتي انتهت، وان شاء الله استنوني الخميس الجاي سر جديد من اسراري وبرنامجكم توتا سيكريتس، والى ان التقي بكم ان شاء الله اترككم في رعايه الله وامنه، وليكم مني كل التحيات واطيب الامنيات. تفتح